شكرا لك نضال وأهلا بكم من جديد. التآمر للقيام بجريمة والتخطيط لعمل إرهابي، هاتان التهمتان قد توجهان إلى الشابين الأردنيين اللذين عبرا الحدود من الأردن باتجاه فلسطين في 16 من الشهر الحالي. ففي الفترة التي شهدت فيها الحدود مظاهرات احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة، تسلل خليفة العنوز ومصعب الدعجة من الأردن وقطعا الحدود، ثم قاما بالمشي حوالي يوم ونصف قبل أن تعتقلهما شرطة الاحتلال بين مدينتي طبرية وبيسان. الأردنيون طالبوا بالإفراج عن الشابين ونقلوا مطالبتهم إلى المنصات، حيث غردوا تحت هاشتاجات بدنا أولادنا من عند الاحتلال ورجعوا أولادنا التي كانت ضمن قائمة الترند اليوم في الأردن، وذلك طبعا في إطار الدعوات للسلطات الأردنية بالتحرك لحل هذا الملف. الصحفية غادة الشيخ تقول في هذه التغريدة أن هناك محاولات لإلصاق تهم خطيرة بحق المعتقلين اللذين ما زالا محرومين من التواصل مع العالم الخارجي ويتعرضان لتعذيب نفسي مرعب على حد وصفها. والناشط علاء ملكاوي دعا إلى عدم ترك المعتقلين والتخلي عنهما، فهما قطعا الحدود تلبية لنداءات الشعب الفلسطيني بالقدس. سلطات الاحتلال مشاهدين ترفض حتى الآن الإفراج عن المعتقلين ومددت توقيفهما حتى يوم الاثنين، وفي البداية منعت لقاءهما بمحام من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية لمدة أيام ليعود ويتمكن من زيارتهما بعد رفع أمر المنع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا محامي المعتقلين الأردنيين الأستاذ خالد محاجنة من حيفا. أهلا بك أستاذ خالد معنا في الأخيرة. بداية، كما ذكرنا تم منعك لأيام من لقاء الشابين ثم سمح لك بذلك، متى كانت الزيارة الأخيرة وما هي المعلومات المتوافرة عن حالة المعتقلين الصحية الجسدية والنفسية، لا سيما في ظل الحديث عن تعرضهما للتعذيب؟ مساء الخير لك وجميع المشاهدين، وشكرا لشاشة العربي على هذه الاستضافة. عمليا هم تم اعتقالهم يوم 16/5/2021 بعد اجتيازهم الحدود الأردنية الإسرائيلية. مباشرة بعد اعتقالهم تم تحويلهم لمركز تحقيق المخابرات الإسرائيلي، وعند بدء التحقيق معهم تم إصدار أمر من ضابط مخابرات إسرائيلي بمنع المعتقلين بلقاء محاميهم أو أي شخص آخر. عمليا هم بهذه الحالة منعزلون عن العالم الخارجي، فقط الوحيدون الذين يتم لقائهم هم محققي المخابرات. عمليا بعد عدة استئنافات على مدار بشكل يومي قمت بتقديمها للمحكمة المركزية من أجل الطعن ورفع أمر منع لقاء المحامي، تم السماح لي منذ يومين وتحديدا يوم الاثنين الماضي بلقاء المعتقلين في ساعات المساء حوالي الساعة 6 مساء. استمرت الزيارة لأكثر من ساعتين، التقيت كل منهم على حدة، سمعت من المعتقلين روايتهم حول دخولهم والدوافع والأسباب لدخولهم الأراضي الفلسطينية، وبالإضافة إلى المعاناة والتعذيب اليومي الذي يمارس بحقهم من محققيهم. عمليا منذ اليوم الأول تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية بتحقيق مع المعتقلين يوميا على مدار ساعات متواصلة، تحقيق يتواصل لأكثر من 10 ساعات، وهم قيادي اليدين والرجلين في التحقيق. يتم التحقيق معهم بواسطة عدة محققين وليس محقق واحد، 4-5 محققين في الجولات التحقيق ورحلات التحقيق. طبعا هم يعيشون مدة 10 أيام ما بين التحقيق وما بين الزنزانة. الزنزانة هي زنزانة صغيرة تفتقر للحد الأدنى من المعيشة، لا يرون الشمس ولا الهواء، فقط من التحقيق إلى الزنزانة، والعكس صحيح. عمليا في المحكمة يوم الخميس يوم أول أمس تم تمديد اعتقالهم للمرة الرابعة على التوالي حتى يوم الاثنين من أجل فحص إمكانية تقديم لائحة اتهام بحقهم بتهم بما تسمى تهم أمنية. نعم أستاذ خالد، يدور الحديث عن تهم تشمل التخطيط لأعمال إرهابية والارتكاب جرائم، ما هي المعطيات التي اطلعت عليها في هذا الإطار، وما هي المعطيات وإلى ماذا تستند سلطات الاحتلال في ادعاءاتها؟ عمليا منذ اليوم الأول يحاولون المعتقلين إقناع المحققين بروايتهم وحقيقتهم، الدوافع والأسباب لدخولهم الأراضي الفلسطينية.
والتي أنا مقتنع بهذه الرواية، طبعا مقتنع بهذه الحقيقة. الدوافع هي الدخول إلى القدس والشيخ جراح وباب العمود والصلاة في المسجد الأقصى والتضامن مع أبناء الشعب الواحد، أبناء الشعب الفلسطيني. ولكن هذه الرواية لم ألقى أذانا صاغية لدى محققي المخابرات، ويحاولون بكل محاولات وبكل أساليب التحقيق الفظيعة بحقهم من أجل سحب المعطيات وسحب الاعترافات عمليا من أجل إثبات التهم الأمنية بحق هؤلاء الشباب. وفي حال تم تقديم لائحة اتهام، سيتم تقديم لائحة اتهام بتهم أمنية صعبة حسب القوانين الإسرائيلية، وهي التخطيط للقيام بعمل إرهابي ما يسمى بواسطة السكين التي تم القبض عليها بإحدى حقائب المعتقلين. طيب، إذا تمت فعلا إدانة الشابين الأردنيين، ما هي الأحكام التي قد تصدر بحقهما؟ لو تحدثنا قليلا عن المسار القانوني لهذه القضية. عمليا حتى هذا اليوم هم مشتبهين ومش متهمين، لم يتقدم حتى هذه اللحظة لائحة اتهام. يتم تمديد اعتقالهم كما ذكرت للمرة الرابعة من أجل إنهاء التحقيقات معهم، ومن ثم نقل الملف للنيابة العامة والتي هي صاحبة الصلاحية بتقديم لوائح اتهام. في حال قدمت لائحة اتهام، ستقدم لائحة اتهام حسب قوانين الطوارئ والإرهاب. وفي حال تم تقديم هذه التهمة، تهمة التخطيط والتآمر للقيام بعمل إرهابي، سوف يواجهون أحكام حسب القوانين المكتوبة بعقوبات عالية أقصاها المؤبد، يعني في أصعب الحالات. ولكن بالنهاية، وهذا ما ندعيه في المحكمة، عمليا الشبان صحيح تم قاموا بالدخول الى الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 48، ولكن فعليا لم يقوموا باي مخالفه، لم يقوموا باي عمليه ارهابيه. فقط حيازه السكين، تم حيازه السكين. هم اعطوا روايه مفصله عن السكين التي بحوزتهم، ولكن المخابرات تحاول بواسطه ايضا المحاكم تعطي المساحه الواسعه لمحققي المخابرات من اجل الضغط اكثر على المعتقلين وبالاستمرار بالتحقيق معهم من اجل سحب المعطيات والتفاصيل لإثبات وإلصاق هذه التهم. نعم، الأستاذ خالد المحاجنة، محامي المعتقلين الأردنيين، شكرا لك على جهودك وعلى وجودك معنا اليوم.